احنا ما اذينا، احنا نضحك على انفسنا، ما اذينا في دين الله سبحانه وتعالى، لا نطلب الاذى ولا نتمنى لقاء العدو، لكننا مع ذلك لم نقدم، وان كنا قدمنا هذا الذي نقدمه يجب ان يكون لله. لا تتصورون يا جماعة ان الاسلام جاءك بصورة بطاعة على طبق من ذهب. الاسلام ما وصل لي ولك نحن فطرة تعلمناه الا على دماء وعلى اشلاء وعلى تعب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حزن، النبي بكى صلى الله عليه وسلم، شوشت قريش، استمرت قريش تأخذ بأيدي الناس وتأخذ تؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومجهودات النبي قائمة إلى أن بلغ 43 سنة وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى. يأتي أبو جهل والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام، قال واللات والعزى لأطأن بقدمي هذه على رقبة هذا المعتوه. خلاص ما عدنا بصابر عليه، أنا بروح أوطأ عليها أمام الناس. يقولون فتقدم أبو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبة، فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله فإذا به يركض أبو جهل حتى راح بيته وسكر الباب. فدخلوا عليه كفار قريش، ما بك يا أبو جهل؟ قال وقفت عند محمد فما إن اقتربت منه إلا رأيت خندقا من نار، والله لو اقتربت عنده لاحترقت. أنزل الله له شيء يمنعه، شاف مثل خندق محفور ومليء لهب نار، يقول والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت. الإهانة الشديدة قلت لكم ممنوعة، يؤذى النبي لكن ما يهان، ولا يقبل الله لنبيه أن يهان مهما كانت الظروف. نعم يؤذى حتى يعلم ان الحق غالي، يؤذى النبي حتى هو قال الرسول بكى قال يا قوم والله لقد اوذيت وما يؤذى احد، واخفت وما يخاف احد، وجعت وما يجوع احد، ولقد مرت علي 30 ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبد الا ما يواريه بلال تحت ابطيه. يدخل رجل اعرابي من خارج مكة، استلف منه ابو جهل فلوس، ابو جهل ماخذ منه مال، فدخل عند ابو جهل قال عطني فلوسي، قال ما عندي لك شيء، انكر وجحد ابو جهل. فقام الرجل هذا الاعرابي يروح عند الكبار كبار قريش، يا جماعة ابو جهل اخذ مني مال ولا اعطاني وجحدني، ومر عليهم هم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبة. قالوا تدري من يرد لك مالك؟ شف ذاك اللي يصلي رح له خذ منه المال، رح عنده وقل له ابو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب إليه هذا الرجل فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنا رجل أخذ مني أبو جهل مالا وأخبرني قريش أنك من يرد المال إلي. والرسول ينظر إليه فسكت صلى الله عليه وسلم، قال كيف ومتى أخذ منك؟ فجلس يخبره، قال قم معي تعال مشينا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجال عساني أقوم بحالي وحنا في وضعنا الآن شديد وحالتنا حالة وروح للي ارسلوك ليهم المهبل، انا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها، ولا جاه قال له شف انا بروح ارجع لك مالك بس تبشر تدخل معي في الاسلام. هذا دليل على ان النبي رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يريد الحق لكل احد. وراح وطرق الباب على ابو جهل، فتح ابو جهل الباب قال يا ابا جهل ان هذا الرجل ادعى انك اخذت منه مال، هل ذا هذا حق؟ قال نعم والله يا محمد انه حق. قال رده اليه. يقول قال حاضر ابشر. يقول فدخل ابو بكر واتى بالمال واعطاه اياه وراح الرجل. وناس يناظرون، فيوم جاء لابو جهل قال وفى خوفك محمد وانت تقول سافعل وساطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني. قال يا قوم والله اني رايت محمدا حينما اقبل علي واني رايت خلفه فحلا يفتح فمه، والله لو قلت له لا لاكلني ذلك الفحل. ارسل الله له ملك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لا يمكن عليه الصلاة والسلام ان يخذل. ولاحظوا رد الله له الحق، رد الله له الحق هذا الرجل على يد محمد بن عبد الله، وابو جهل يرى ذلك الفحل فيخاف، فقال اعطيته اياه خشيت ان يأكلني ذلك الفحل. الاستهزاء تعدى ذلك. قامت امرأة يقال لها ام جميل، هذه زوجة من؟ زوجة ابو لهب، وكانت تضع عند بيت النبي الشوك
والقمائم أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا. القمائم الزبالة يعني، وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، وإذا خرج النبي يرى هذه القمائم أمام بيته ولا يقول لهم شيء، لكن يخرج عند قريش يقول لهم الرسول: ما هكذا الجوار يا قريش، هذه مهي بالجيرة، هذه ليست جيرة، أنا أعتبرني جار لكم، هل الجار يؤذي جاره؟ وأنا أوصي الجيران أن يحترموا حقوق بعضهم البعض، إياك أن تؤذي جارك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. احذر أن ينام جارك وخايف منك، خايف أنك تفتح الدريشة وترى معاور البيت ومحارم البيت، ويخشى أن أبنائك يكسرون شيئا أو يخربون سيارة أو يؤذونه عند بابه أو غير ذلك من الإيذاء. اتقوا الله في الجيران. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي أنه سيورثه، أنه بيدخل معنا في الميراث، فالجار له حق عظيم. وأم جميل تأتي بتؤجج الفتنة، هي كانت يقولون تمشي تنم في النبي، تكذب على النبي وتؤجج الفتنة. ترى الله لما قال حمالة الحطب قالوا كانت ما تجيب حطب، بعض المفسرين قالوا تأتي بحطب وشوك، وقال بعضهم ليس حطبا، هي ما تحمل حطب لكن تؤجج الفتنة كالنار، فجعل الله جزاءها أنها حمالة لهذا الحطب لأنها كانت تؤجج الفتنة. والنميمة، النميمة أن تذكر شيئا غير صحيح وتنم به وأن تنقلها بين الناس بقصد الفتنة. ومع ذلك قال الله تبارك: فأنزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وفي رواية بالرفع حمالة الحطب، في جيدها حبل، جيدها عنقها حبل من مسد. يوم سمعت أم جميل هالآيات حسب شعر قالت: أين محمد؟ أيهجوني؟ محمد مجنون يهجوني بهذا القول يرددونه هؤلاء الضعف الذين أسلموا معه، وتجي تسأل وين محمد؟ قالوا موجود هو صاحب أبو بكر عند الكعبة، وتأخذ حصى معها ومتجهة للكعبة تبي ترجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت على الكعبة رأت أبو بكر جالس ولا شافت الرسول، قالت: يا أنت، إيه لم تناديه باسم احتقار الله، أين صاحبك؟ أبو بكر يقول: الرسول جالس جنبي. لكن هذه المعجزة أعمى الله بصرها ما شافته. أين صاحبك؟ شوفوا ترى الله جل وعلا نعم فيه إيذاء، لكن إذا وصل حد الإهانة للرسول لا، ما يمكن أن يهان النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذى نعم، لكن يصل إلى حد الإهانة مرفوض. فأتت بالحجر وهي عند الكعبة: أنت، هي، أين صاحبك؟ يقول: الرسول جنبي. يقول: سكت، علمت أنها آية لرسول الله أنها لا ترى. أبو بكر مذهول أعمى الله بصرها، قالت له كلمة: سمعت أن صاحبك هجاني، والله لو رأيته لأضربنه في وجهي بهذا الحجر، هو شاعر وأنا شاعرة، سأرد عليه كما قال فيني. وتنطر الحصى وتروح ترقى على الصفا، ويجتمعون عندها كفار قريش ويضحكون. قالت: هذا سأقول فيه قول، يعني بقول فيه شعر. فسمت النبي استهزاء مذمما، قالت: مذمما عصينا، يعني محمد، وهذا من التحريف، قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، يعني رفضناه ولا نقبله. فسمع الكفار هالكلام فأعجبوا بهذا الكلام وانتشر في مكة: مذمما عصينا، ويرددونها الناس. تخيل والأطفال في الشارع يرددونها والناس يرددون مذمما مذمما. كل هذا الإيذاء تدرون من أجل من؟ والله من أجلي وأجلكم أيها المؤمنون. يقول الصحابة منهم عبد الله بن مسعود يقول: قمت ذات مرة وأنا أسمع القرآن ينزل، وحنا ضعوف يعني ما زال الإسلام ضعيفا، فصعدت على الجبل قلت: يا قريش، يا كل العرب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يقرأ سورة الرحمن. يقول: فاجتمعت عليه قريش فأخذوه وضربوه، ثم قال وهو يضرب، قال: والله لأعيدنها غدا، بكرها برجع ثاني مرة وأسوي نفس الموقف. ثم يقول: فرجع فصعد على الجبل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم ضرب. حتى قال النبي: يا ابن مسعود لا تفعل ذلك. قال: يا رسول الله، والله ما هانوا علي إلا حينما ضربوني. يقول: خلاص هم ضربوني، هو الضرب مرة واحدة. ولذلك يقولون الجلد الحد في الشريعة، لما تجلد يقولون سبحان الله بعد 80 جلدة، وقيل 100 جلدة، الحدود التي حدها الله
يتبلد الجسم. ولذلك لا تجلد اكثر من 100 جلدة. ترى المجلود اذا جلد اكثر من 100 لا يشعر جلدت او لم تجلد. مثل المحروق في النار حينما يلتهب كل جسده لا يجري النار تأتيه من رأسه ولا من رجله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال يا رسول الله انهم قد هانوا علي بعد ان جلدوني او ضربوني. ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم وينظروا للنبي وهو يتحمل هذا الاذى. مرة من المرات مر ابو بكر الصديق وشاف فيه ناس مجتمعين، فاذا بهم يجتمعون قريش على نبيكم عليه الصلاة والسلام، تخيلوا 30-40 رجال. يقول فنظرت ابو بكر بشوف من الرجل اللي بينهم، فاذا بالنبي هذا يشده مع ثوبه، وهذا يضربه مع رأسه، وهذا يدفعه، وهذا يرفعه. يقول فغضبت فقلت لهم افتحوا افتحوا افتحوا. وابو بكر نحيف رضي الله عنه، حتى سئل علي عن هذا المشهد قيل له من اشجع الرجال؟ قال بعد رسول الله والله انه ابو بكر، والله لقد رأيت ابا بكر في موطن ما يجرؤ عليه احد الا هو. ودخل ابو بكر وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ تقتل انسان يريد ان يخرجكم من الظلمات الى النور؟ وجلس يدفعهم وسكتوا حتى تقدم عقبة بن ابي معيط وطرح ابو بكر في الارض وجلسوا يضربونه. ثم خلع عقبة نعله وجلس يضرب ابو بكر على وجهه بالنعال. من شدة ما جلس يضربه يقولون الصحابة اختفت ملامح وجه ابو بكر، والله لا نعرف عينه من انفه من خده من فمه. ثم اغمي عليه رضي الله عنه وحملوه مثل الميت. وعلمت قبيلة ابو بكر وقامت القيامة، قالت قبيلة ابو بكر لو مات ابو بكر لقتلنا من قتله. فقالوا لامه اجلسيه 3 ليالي رطبي شفاه لعله ان يكون حيا، فاذا كان حيا بعد 3 ليالي اعطيه ماء خفيفا وطعاما. وبعد 3 ليالي فتح ابو بكر، شوفوا الحب الصادق. فلما فتح فاذا بامه تنظر اليه، قال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بشرني عن النبي عساه طيب، بس هذا الذي يهمني، غيره انا ما يهمني شيء. قالت دعك من محمد فانما اوقعك في هذا الا محمد. قال اين رسول الله؟ اين رسول الله؟ اذهبي. يقول لها رضي الله عنه وارضاه، فيقول اذهبي فاسألي عن رسول الله، اذهبي الى فاطمة. من فاطمة؟ قال فاطمة بنت الخطاب، لانها كانت اسلمت لكن اخفت اسلامها. قال اذهبي اليها فاسأليها. فضحت لها، قالت لها اين رسول الله؟ هي خافت لان اسلامها سر، قالت انا ما اعرف رسول الله ولا اسلمت ولا ادري عنه، لا تسألينني. قالت ان ابو بكر يريدك. يقول فدخلنا عليه، او يقولنا دخلنا على ابو بكر، فلما رآها قال كيف رسول الله؟ قالت امك يعني موجودة؟ قال هي منا يعني تكلمي. قالت ان رسول الله بخير. قال احملاني اليه، وحملته امه وفاطمة. ثم اخذ الى النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتضنه النبي واخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابو بكر لا تخف يا رسول الله، ليس بي شيء، ليس والله بي شيء، ليس بي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمه ويمسح على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك العمل ان يكون الانسان حق. تدرون ليش عقبة ابن ابي معيط لم يسلم؟ الذي دله على الضلال صاحبه ابو جهل. يقولون كان الصديق الحميم لعقبة ابن ابي معيط هو ابو جهل، وهذه الرفقة السيئة. يقولون سافر مرة ابو جهل ترك مكة، وعقبة ابن ابي معيط يقول انا اسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية، يعني جميل، ابروح اسمع. يقول فاتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن 3 ليالي وقيل 6 ليالي رايح جاي. اليوم الاخير كان يريد ان يعلن اسلامه، تأثر بالقرآن ورجع ابو جهل من السفر، فاذا ابو عقبة جالس يبكي. وش فيك يا عقبة؟ ماذا؟ ما الذي يبكيك؟ قال اني سمعت كلاما يقوله محمد انه لا 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 لجميل وله حلاوة. قال اصبأت؟ قال لا انا ما بعد اسلمت. قال اسمع يا عقبة، ان قبلت بقول محمد فلا تجالسني، ووجهي من وجهك حرام، ولساني من لسانك حرام، انا لا اكلمك ولا تكلمني، والمصلحة التي بيني وبينك تنقطع، وان كنت تعرف لي قيمة يعني لي قدر عندك فاذهب فابصق في وجه محمد. شفتوا الصحبة السيئة. ولذلك انا اقول للشباب خاصة، اقول ترى الصحبة السيئة، انا كما قيل المثل او الحكمة المشهورة قل لي من تصاحب اقول لك من انت.
الصاحب ساحب، ولذلك الذي يتصحبه كم من شاب انا بسأل وده يروح المسجد وهو يذن ولكن يمنعه اصحابه وتمنعه جلسة، وكم من كان على طريق صح تربيته حلوة لكن وقع في دخان ووقع في حشيش ووقع في مخدرات ووقع في رذائل، وفتيات كذلك كثر بسبب الصاحب. يا اخي انتقوا اصحابكم كما تنتقي القماش تفصل الثوب، انتق صاحبك، وكما تنتقي اطايب الاكل والطعام وانت تاكل انتقل، اختر الصاحب الصحيح، الصاحب الذي يعينك، صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى، الصاحب الذي اذا جلست معه ذكرك اذا نسيت، واذا غلط قال لك اتق الله، الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق. اما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع هذا ليس بصاحب، هذا ليس بصاحب، هذا سيجعلك في يوم من الايام تندم. ولذلك انزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه، ترى هذا عقبة بن ابي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا نفسه عقبة، الله انزل في هذه الايات يقول يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، الله يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا من؟ الا المتقين، اصحاب الايمان، اصحاب التقوى، ولا يوم القيامة كل اصدقاء اعداء البعض الا من كانوا على تقوى وعلى حق. شف باختصار، اذا جلست في مجلس مع صديق وخرجت وانت تزداد ايمانا تلتهب حبا لله فاعلم انه صديق صالح، واذا خرجت من عند صديق وانت قد امتلأت بلاء وشرا وبعدا عن الحق فاعلم انه صديق سوء. اختر لنفسك، اختر لنفسك قبل فوات الاوان. الله الله يا شباب، يا ابنائي يا بناتي احذروا. طيب قريش قالت نؤذي محمد، جاء عقبة ابن ابي معيط، شوفوا الإيذاء. هذا عقبة سبحان الله، وبعلمكم كيف مات. عقبة جاب الرسول يمشي جالس يصلي عند الكعبة، ابيكم تستشعرون هذا المشهد، ركزوا معي كلكم ومن يشاهد، الرسول واقف يصلي الله اكبر في الليل عند الكعبة، ويجي عقبة ابن ابي معيط ويخلع بشته وفصخ بشته ويبرم البشت، يلف البشت، ثم خنق النبي من هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الان، وعقبة ابن ابي معيط خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش يشوفون المشهد يتضحكون ويستهزئون، وخنق النبي حتى كتم نفسه، ثم سقط النبي على الارض على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وكاد ان يموت صلى الله عليه وسلم، كاد ان يموت. كل هذا ترى من اجلي واجلك، كل هذا من اجلك ايتها المباركة، من اجل حجابك، من اجل يصل لنا هذا القرآن، من اجل ان نكون امة تعرف الرحمة وتقوم على الحق والعدل. والنبي يخنق، وعقبة بن ابي معيط تضحك. هذا عقبة نفسه في مرة من المرات هو اللي اتى جاب السلى الجزور، شاف له ناقة قيل انها تلد وقيل ميتة، بعير ميت، ثم راح شق بطن هذا البعير الميت وجاب اوصاخه ونطره على النبي صلى الله عليه وسلم، حذفه على النبي وهو يصلي ساجدا عند الكعبة، ووجه الرسول ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. حتى مرت فاطمة يقول ابن مسعود كنا في بداية الاسلام والله ما قدرت اسوي شيء، وانا اشوفهم ستة، ابو جهل وعتبة وعتيبة وعقبة بن ابي معيط، يقول كنت اراهم يتضاحكون. يقول فقدمت بنت النبي قيل زينب وقيل فاطمة، لكن صح انها زينب لان فاطمة كانت صغيرة، فتقدمت اليه ثم ازالت ما على رأس النبي ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وبنته تبكي رضي الله عنها وارضاها، ويلتفت الرسول وهم واقفين يضحكون، قالت يا ابتي ادعو على هؤلاء، ادعو عليهم يا رسول الله، ادع فكنا من شر هؤلاء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يروحون ينصرفون، فاذا بالرسول يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ونزل يديه وهم ما زالوا. فقالت ادعو يا رسول الله، قال اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بشيبة، ودعا عليه الستة كلهم. بعدين في المدينة انتقم الله، قال ابن مسعود والله الذي لا اله غيره اني رأيت الستة الذين كانوا يضحكون على النبي ويستهزئون صرعى يوم بدر في قليب بدرة، صرعى. ولذلك لا تعرض نفسك لأحد الصالحين، ولا تعرض نفسك لهذا الدين،
والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليه وهم يقولون مثل هذا الكلام. شوفوا يا جماعة، انا اعرف انكم تضايقتوا صح، لان حبيبنا كلنا ودنا نقوم الان وندافع عنه. والله تستطيع ان تدافع عن دينك وان تدافع عن هذه الرسالة. يا جماعة ترى يوم القيامة الرسول يقف عند الحوض يعطي كل من عطش شربه، ويرى له رجل ضائع من امته، فيأتي النبي يريد ان يأخذه، يقول له تعال بعطيك شربه، وتأتي الملائكة فتخطفه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انه من امتي ابعطيه شربه، قالوا انك لا تدري ماذا احدث بعدك، تراه ضيع دينك وضيع رسالتك وخان الامانة. ثم يلتفت الرسول والملائكة تجره وهو ينظر اليه ويقول الرسول سحقا 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 من هذا. انتبه ان يكون موقفك هذا الموقف. اليوم عندنا فرصة، عندنا فرصة ان نصلي، عندنا فرصة ان ندعو، عندنا فرصة ان نتقرب، عندنا فرصة ان نتوب. يا جماعة الموت يتخطف غيرنا، والله العظيم اننا نروح المقابر ونعزي الموتى اهلهم وكأننا حنا معطين ما عندنا شهادة ان لن نموت، او عندنا ضمان اننا احياء، نحن اموات ابناء اموات.